فنعرف بقى أشكال الوحي النهاردة منك بإذن الله. هو الوحي يا عبير لما نزل على سيدنا، هو زي ما قلنا بقى الحلقة اللي فاتت، زي ما تفضلتي وقلتي، ربنا عز وجل هيئ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاستقبال الوحي، لأن ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أقوى من الجبل، فربنا هيئه لمدة سنتين من هو حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده 38 سنة لحد ما وصل لسن الأربعين. أول ما وصل سن الأربعين كان ده توقيت نزول الوحي، في الوقت ده كان بيطلع غار حراء زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وكان بيختلي هناك، يقعد كتير ليالي ورا بعض يبيت هناك لوحده. وطبعا مش هننسى الزوجة الصالحة، ست الكل وست الدنيا كلها، ستنا خديجة. صحيح، ستنا خديجة عليها السلام، ست سيدنا النبي قال لم يكمن من نساء العالمين إلا خديجة بنت خويلد. فستنا خديجة ست كاملة احترمت المساحة اللي جوزها محتاج لها وسابته براحته، بس كانت من فترة للتانية تبعت له الخدم بتوعها يطلعوا له الزاد والأكل عشان تبقى مطمئنة إن هو كويس. لحد ما جت الليلة الموعودة لما سيدنا جبريل عليه السلام كان هينزل الأرض، وآخر مرة سيدنا جبريل نزل كانت من 600 سنة. فسيدنا جبريل مشتاق جدا لنزول الأرض ومشتاق لسيدنا النبي. قبل النزول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان 600 سنة. إلا على بعض الروايات اللي عندنا إلا يوم شق الصدر. عندنا رواية إن سيدنا رسول الله يوم شق الصدر اللي شقله صدره كان سيدنا جبريل عليه السلام. فهنستثني من 600 سنة دول بس يوم شق الصدر. عشان كده احنا دايما بنقول سيدنا جبريل عارف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل نزول الوحي بكتير. هو في الحقيقة مش بس سيدنا جبريل، ده الكون كله عارف سيدنا النبي. انت عارف يا عبير وهو طفل صغير صلى الله عليه وآله وسلم، قصة جميلة جدا رواها سيدنا العباس ابن عبد المطلب، قال له تعرف يا سيدنا النبي وحضرتك طفل صغير، انا مره دخلت عليك شفت السقف اتشق نصين، ورايتك تنظر الى القمر وتلاغي القمر، فاذا اشرت يمينا جاء القمر الى اليمين، واذا اشرت يسارا ذهب القمر الى اليسار. فيرد سيدنا يقول له اتعرف يا عمي انني في ذلك اليوم اردت البكاء، فأراد القمر أن يسكتني فجعل يلاغيني وجعل يلاعبني حتى أسكت ولا أبكي. فالأمر بيحب سيدنا النبي، الكون كله بيحب، فسيدنا جبريل عارف سيدنا النبي كويس جدا. فيوم نزول الوحي العجيب يا عبير، ودي قصة مش مشهورة رواها الإمام الحلبي في السيرة الحلبية، إن ستنا خديجة حست إن في حاجة، حست إن جوزها في حاجة، إن هو مش قلقت عليه في التوقيت ده بالذات. يعني هو صلى الله عليه وآله وسلم، احنا دايما واحنا بنحكي السيرة تبقى الكاميرا بتصور عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طبيعي احنا بنحكي عن اعظم خلق في الكون سيدنا رسول الله، اعظم مخلوق سيدنا محمد، زي ما قال العلماء هو اعظم من العرش ومن الكرسي ومن الملائكة، هو اعظم خلق صلى الله عليه وآله وسلم. فاحنا واحنا بنحكي عنه غصبا عننا مش بنحط الكاميرا على ستنا خديجة، بس ستنا خديجة حست ان في حاجة. فالوحي بينزل، هي كانت قلبها حاسة ان في حاجة، بعتت بسرعة الخدم بتوعها يدوروا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا محمد في اللقطة دي كان بينزل عليه الوحي، كانت في ليلة غير مقمرة. هو قال في ليلة غير مقمرة، لا قمر ولا نجوم، وفيش وقتها إضاءة، فالدنيا كحل. بيقول صلى الله عليه وآله وسلم في ده وأبي وأمي وكنت وحدي. انا دايما كنت وحدي، دي الكلمه دي بتوجع لي قلبي، لوحده خالص، الدنيا ضلمه، مفيش مخلوق، مفيش حتى نور القمر البسيط اللي هو اصلا ان احنا ما نقدرش نعتمد عليه يعني، وفي صحراء. سبحان الله. وبيقول فجاه رفعت راسي فرايت الملك فنزل علي له 600 جناح. انت متخيله يعني ده احنا واحنا قاعدين في بيتنا لو سمعتي صوت انت بايته لوحدك صح، تخيله له 600 جناح. رواية البخاري إذا نفضها تناثر عنها اللؤلؤ والياقوت والتهاويل. التهاويل الألوان المختلفة. في ألوان إحنا مش فاهمين دي إيه، لأن إحنا الألوان بتاعت الدنيا دي غير بتاعت الجنة، فألوان أنا معرفهاش. فإذا نثر جناحه وتناثر اللؤلؤ والتهاويل، وقال وراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأخذني فضمني ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد مش عارف أتنفس، ثم أغسلني وقال يا محمد اقرأ.
تأملي كده يا محمد ده عارفني ده جاي لي مخصوص. ايوه جبت خير. يا محمد اقرا. فقلت ما انا بقارئ، انا ما بعرفش اقرا. سيدنا عليه الصلاه والسلام كان امي. في ناس فاكره ان الاميه دي منقصه في حق سيدنا النبي، بالعكس الامام السهيلي قال فهذه منقبه في حقي عشان ما يبقاش في حد له فضل على سيدنا انه علمه. هو يعلم البشريه كلها، حدش علم سيدنا النبي الا ربنا. وسيدنا جبريل علمه شديد القوة. انا بس المعنى ده جديد برضو، انه ما حدش يبقى علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا كان واحنا صغيرين كان بيتقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان امي، فكانت الرساله القران الكريم، ودي كانت معجزه قومه، لان هم اصلا كانوا عندهم البلاغه يعني والنحو والحاجات اللي هي في اللغه العربيه صعبه، فكان القران الكريم معجزه بلغه القوم. سبحان الله. صحيح. والمعنى ده صحيح، ما يبقاش برضو انه سيدنا محمد يبقى هو اللي كتبه او ان حد يدعي ان هو اللي كتبه. صحيح. والمعنى ده صحيح طبعا طبعا. والايه سوره العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. بل هو ايات بينات. فالمعنى ده صحيح جدا. وزائد كمان ان ربنا يأبى ان يكون في حد له فضل. هو اللي علم سيدنا محمد، هو معلم البشريه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال ما انا بقارئ. فصلى الله عليه واله وسلم في روايه البخاري يقول فاخذني فضمني ثانيه حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني وقال يا محمد اقرا. فقلت ما انا بقارئ، والله ما بعرف اقرا. ثم اخذني ثالثه فضمني حتى ظننت انه الموت. ترحم. فأرسلني وقال يا محمد اقرأ. فقلت ماذا أقرأ؟ وفي رواية الإمام الحلبي بيقول وما قلت له ذلك إلا ليذهب ويدعني. قلت له طب قل لي أقرأ عشان يمشي. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. واختفى واختفى اختفى في لحظتها، يعني في نفس الايات دي واختفى. سبحان الله. حتى مش السوره للاخر، الايات دي بس واختفى. فانت متخيله بقى يا عبير قلب سيدنا في اللقطه دي صلى الله عليه واله وسلم. حكينا المره اللي فاتت الغار عالي قد ايه، ساعتين ونص او ثلاثه طلوع وزيهم نزول، انت من فوق بتشوفي منظر كانك من شباك طياره. فتخيلي لما ياخد حبيب الجبل ده كله كريم كريم، وهو نازل بيجري مع الجبل. اول ما نزل في اللقطه دي ستنا خديجة قلبها حس ان في حاجة، حست ان حبيبها مش كويس، في حاجة مخوفاه، في حاجة. قالت للخدم طيروا بسرعة دوروا على سيدنا محمد، طمنوا عليه، روحوا الغار. طلعوا الغار ما لقوهوش انه كان نزل. فرجعوا لها بسرعة قالوا لها احنا ما. طب ورجعوا قبليه ازاي؟ رجعوا قبل سيدنا النبي، لان هي اصلا كانت بعتاهم قبليه فترة. يعني هم مشوا قبل وهو نازل ام هم كانوا وصلوا. فرجعوا لها بسرعه، يبدو ان هم كانوا راكبين حاجه. ممكن يكونوا كانوا راكبين ناقه، كانوا راكبين كما راكبين حصان، وسيدنا محمد على رجليه. فطبيعي الناقه هتسبق اللي ماشي على رجليه. فرجعوا لها بسرعه قالوا لها احنا ما لقيناهوش. قالت لهم اقلبوا على مكه. دوروا مكه في مكه كلها. اول ما مشوا من عندها دخل صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظه. قالت يا ابا القاسم أين كنت؟ أرسلت في طلبك وشق ذلك علي. فقلت لهم ابحثوا عنه في كل مكة. فدخل عليها بقى زي الحديث المشهور وقال زملوني زملوني غطوني. فجابت بسرعة بطانية وغطته، وكان يرجف صلى الله عليه وآله وسلم بيترعش ويتصبب عرقا. يعني الحاجتين مع بعض عكس بعض في نفس الوقت. صبت. من قوة يعني المشاعر اللي هو تعرض لها والأحاسيس الصعبة اللي حس بيها في لحظة واحدة، حاجة كبيرة جدا. هو برضو مش عارف ان هو ملك، ومش عارف هو ايه يعني، ومش عارف ايه اللي حصل له ده حقيقة ولا كان بيحلم ولا يعني موقف بجد كبير وشديد يعني صلى الله عليه وسلم. العجيب يا عبير رد ستنا خديجه ما يطلعش غير من ستنا خديجه، ما يطلعش من غير من ست الكل اللي ليها فضل على كل المسلمين. فقال يا خديجه هو بترعش يا حبيبي زملوني زملوني. فغطته. قالت ما لك يا ابا القاسم؟ فقال لها يا خديجه مالي؟ انت متخيله يا عبير؟ يقولها انا مالي؟ هو حضرتك يا سيدنا النبي قد كده عارف ان ستنا خديجه عارفاك فبتسالها انا مالي؟ انت متخيله القرب يعني يا عبير؟ قرب عجيب. قال يا خديجه مالي؟ انا فيا ايه؟ قالت مالك يا ابا القاسم؟ قام حكى لها. قال يا خديجه
لقد خشيت على نفسي، انا حاسس ان دي ممكن تكون حاجه مش كويسه. قالت خشيت؟ رد جمعت فيه قوه العالم كله. ستنا خديجه كان قوه العالم كله سواء ستات او رجاله كلها اتجمعت ستنا خديجه. قالت خشيت؟ كلا والله، لا يخزيك الله ابدا. تخاف؟ تخاف ازاي؟ لا يمكن ربنا يخزيك. وتبدا تفكر، علماء النفس بيقولوا ان الانسان لما بيكون في تروما بينسى الخير اللي عمله في حياته، فبيبقى مهزوز محتاج حد يفكره. ده علم النفس الحديث. ستنا خديجه عارفه كل ده. ابتدت بقى تفكره، قالت انك لا تقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، لا يخزيك الله ابدا. رد في منتهى يعني القوه زي ما قلتي، والحكمه صحيح، والراحه كمان للي قدامها. يعني ان هو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني كان محتاج حاجه تهديه وتحسسه ان هو اللي حصل له ده اكيد خير مش حاجه وحشه زي ما هو كان برضو ممكن يكون متخيل.